اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. نسألك اللهم أن ترفع الفتن والبلايا والمحن والرزايا عن إخواننا المسلمين في كل مكان، إلهنا وخالقنا ورازقنا يا من لا تشتبه عليه الأصوات باختلاف اللغات على تعدد الحاجات، إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت السبل، فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين، اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركا على من قرأه وسمعه وحضره وأمن عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في هذه الحياة لما تحب وترضى، وأن تختم لنا بخير، وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك إذا رفعوا أكفهم إليك ألا تردها صفرا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان، واجعلها أدوات دعوة إليك وإلى دينك يا ذا الجلال والإكرام، وول عليها الأكفاء الأمناء. اللهم من أراد ديننا وأراد المساس بثوابتنا وأراد الوقيعة بعلمائنا والخروج على ولاتنا، اللهم فاكفنا شره، اللهم فاكفنا شره، اللهم رد عنا حسد الحاسدين وكيد الكائدين. اللهم أنت حسبنا على من ظلمنا وعلى من آذانا وعلى من بغى علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وسعة رزق وأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر شهر رمضان بعتق رقابهم من النار، اللهم فاكتبنا من عتقائك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. اللهم اقبل توباتنا وامحو حوباتنا، ووفقنا للاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد واللقاء في هذا المكان المبارك، في هذا المكان المبارك، وفي هذا الشهر المبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد أسأنا إلى أنفسنا، اللهم إنا قد أسأنا إلى أنفسنا بالذنوب والعصيان، وخيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. اللهم هب لنا توبة من عندك ورحمة يا ذا الجلال والإكرام، ومغفرة ورضوانا يا حي.
حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، ونسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذرفت لك عيونهم وذلت لك جباههم. فاللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بمغفرة منك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.